أعلم ذلك يا عزيزتي، لقد حذرتني، ولكن العودة إلى بلدي الآن صعبة مع هذه الظروف. أنا أقوم بأعمال ومهام لم أوقع عليها في العقد، وعلي أن أصبر حتى أتمكن من تأمين الحوالة المالية المطلوبة لك. مرحبا يا سامر، أنا مفيد وأنت تتعرض للعمل الجبري. ماذا تقصد بالعمل الجبري؟ العمل الجبري أو العمل الإلزامي هو كل الأعمال أو الخدمات التي تغتصب بالتهديد بعقوبة معينة من أي شخص لم يتطوع لأدائها بمحض اختياره، كما هو الحال معك. سلبك جواز سفرك وإجبارك على العمل ساعات طويلة والعيش في ظروف غير إنسانية هو عمل جبري أو إلزامي، ويعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. ماذا تعني؟ قبل أن تأتي للعمل في هذا البلد كنتم قد اتفقتم على بعض الأمور، منها ساعات العمل والأجر وأيام العطل وحالة المعيشة. تغيير الأمور التي اتفقتم عليها وأيضا منعك من العودة إلى بلادك مناف لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29، والتي يتبعها بروتوكول منع العمل الجبري أو الإلزامي. بنود هذه الاتفاقية تطبق على الجميع وبدون أي تمييز، فأنت كعامل أو موظف سواء كنت من أهل البلد أو من العاملين المهاجرين إليها يحق لك أن تعمل عدد الساعات المتعارف عليها في قانون العمل الدولي، وأي عمل يمتد بعد ذلك يجب أن يتم دفع بدل ساعات إضافية عنها. يحق لك يوما واحدا على الأقل إجازة أسبوعية. يحق لك أخذ مرتبك الشهري بدون أي تأخير أو اقتطاع لأي أسباب لم يتم الاتفاق عليها مسبقا. وهل هذه الاتفاقية وبروتوكولها مطبق هنا؟ هذه هي البلدان العربية التي صادقت على الاتفاقية، لكن لا تقلق، أينما كنت في العالم فإن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية حتى وإن لم تصادق على هذه الاتفاقية لابد لها أن تلتزم بها، لأنها من الاتفاقيات الثمانية الأساسية في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وبالتالي على الدولة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف كل أشكال العمل الجبري على أراضيها وتوفير الحماية لضحاياه ومعاقبة مرتكبيه عن طريق وضع خطة واستراتيجية وطنية لذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل، لأن العمل الجبري أو الإلزامي ينتهك حقوق الإنسان وكرامة ملايين من النساء والرجال والفتيات والفتيان، ويسهم في استمرار الفقر، ويقف عائقا في طريق تحقيق العمل اللائق للجميع. وعلى الدولة أن تحرص على تثقيف وإعلام الناس، ولا سيما أولئك الذين يعتبرون مستضعفين بصورة خاصة، بغية الحيلولة دون أن يصبحوا ضالعين في ممارسات العمل الجبري أو الإلزامي. حماية الأشخاص، ولا سيما العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية أو الاحتيالية المحتملة خلال عملية تعيينهم وتوظيفهم. إن حرص الدولة على تعزيز حماية حقوق العمال من خلال سنها التشريعات والقوانين التي تضمن لهم هذه الحقوق وتوفر لهم حياة كريمة ينعكس إيجابياً على اقتصادها. فاحرص كفرد أن تعرف حقوقك، واحرصي كدولة أن تحفظي حقوق أفرادك. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ولا تنسوا أن تتصلوا بنقاباتكم.